فان اقرب المساعد الفيني مكرم السيفي طويل الكرة سلاح الكرة الثابتة التمرير الرأسي من الدربالي إلى بيلبوة التغطية تعود من جديد الشهيد الشعار قلت صاحب خبرة كبيرة الياس الجلاسي إلى سامح الدربالي جيد التمرير الرأسية بيلبوة النيجيري ممتاز المرور هل يكون التوزيع الجيد توزع الكرة تمر على إيدوك من جديد إيدوك والهدف الأول للترجي أولى أهداف أبناء باب سويقة إيمانويل إيدوك يسجل أهداف الترجي الرياضي التونسي الأول في قلت 13 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول النيجيري إيدوك كانت العملية منذ البداية تؤشر على خطورة الموقف يوزع الكرة بالبوا النيجيري في التوزيع وفي الختام النيجيري إيدوك في شباك العربية المجري لا حول ولا قوة أمام شباك خالية العربية المجري ما يقدر يعر إلى محمد علي اليعقوبي إلى هيثم جويني يفقد التوازن موجود يعني مهدي رصايصي في حوار بدني كبير ولو يعني عنده منذ دقائق اللي دخل هيثم جويني مقطوع الكرة من محمد علي اليعقوبي هذا مبارك التسديد هي أخطر الفرص لنادي حمام الأنف مازال في التسعين يا الله في التسعين قلت فارس المسكيني يعدل النتيجة قلت أخطر الفرص 1-1 فارس المسكيني تسديدة ولا أروع ولا أجمل في شباك سامي هليل لا تصد ولا ترد تسديدة فارس المسكيني قلت ماشيين لل 120 1-1 المسكيني يسدد على الطائر كما جيت يعني تسديدة قوية في زاوية صعيبة على الحارس سامي هليل 1-1 في التسعين هذه الإعادة منذ البدايات يسدد خالد المليتي ترجع من محمد علي اليعقوبي كما جيت فارس المسكيني على الطائر يسدد يعمل الترويث أولى وثانية ممتازة اليسارية في الزاوية الصعيبة على الحارس سامي هليل هذا الوصف الكامل لهدف سيف فارس المسكيني حامل القميص رقم 12 1-1 ماشيين للوقت البديل كيف سيكون الحال في مباراة الأجوار بين نادي حمام الأنف و الجاهزية البدنية مطلوبة في مثل هذه الفترات ممتازة العملية عكس الهجوم التسديد للمراوغة الأولى لكن تمشي من جديد خالد المليتي المليتي يضيف ثاني أهداف نادي حمام الأنف بهتة دفاعية تتواصل إشكالات دفاع الترجي الرياضي التونسي خالد المليتي في دقيقة ونص لعب من الوقت الإضافي الأول يضيف ثاني أهداف الهمهامة ماذا يدور في دفاع الترجي الرياضي التونسي تائه المشاني غائب اليعقوبي وحاضر المليتي في تسجيل ثاني أهداف نادي حمام الأنف جوزي أنيغو التوصيات كيف سيكون الحال قلت ممتاز المرور من ماهر بن الصغير هذه هي تغييرات معين الشعباني التمريرة خالي من كل رقابة لا وجود لأي مدافع ما يتحمل حتى مسؤولية الحارس سامي هلال البديل يأتي بالحل خالد المليتي 2-1 للهمهامة لكن المباراة مازالت طويلة مازالت المباراة طويلة بين نادي حمام الأنف والترجي يا الله والله مجنونة مباراة الهمامة